تنضم إلينا من القدس دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الأخبارية. أهلا بك دانا. دانا بداية، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. شكرا لك دانا. بداية دانا، ماذا تريد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من تكرار هذا المسلسل بالسماح لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى؟ نعم، بعد التحية دعينا نقول أن هنالك هدف رئيسي من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، يتمثل بتقسيم مكاني للمسجد وزماني. التقسيم المكاني يتمثل بطرح مشروع قانون جديد يتمثل بإعطاء 70% من مساحة المسجد الأقصى المبارك للمستوطنين، وتحديدا أمام مسجد قبة الصخرة والمنطقة الشرقية. فحسب الرواية التلمودية، بعد بناء الهيكل المزعوم سيكون الدخول من قبل المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية ومن باب الرحمة تحديدا. التقسيم الثاني تتحدث عنه الجماعات هو التقسيم الزماني، بأنها لا ترغب بأن تكون فترة الاقتحامات فقط مقتصرة منذ تمام الساعة 7:30 وحتى تمام الساعة 11:30، ومن ثم تمام الساعة 12:30 وحتى بعد ظهر اليوم. لذلك كل هذه الأطماع السياسية ومحاولة تحويل هذه الحرب السياسية إلى حرب دينية تترجم على أرض الواقع في الأحداث الدينية والاحتفالات الدينية تماما كما هو حال اليوم في ذكرى خراب الهيكل المزعوم التي تدعي الحكومة الإسرائيلية بأنها تقوم فقط بتأمين دخول المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة المستولى عليه أصلا. دعينا نقول أن حصيلة اقتحامات اليوم وصلت إلى 2140 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطية مشددة. مقابل هذا كان هنالك عراقيل وضعتها شرطة الاحتلال أمام المصلين المسلمين، منعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما دفعهم إلى تأدية صلاة الظهر أمام باب الأسباط وأمام باب المجلس. عدا عن ذلك، حاولت شرطة الاحتلال المتواجدة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك منع دخول فئة الشباب، وسمحت فقط لمن هم فوق 60 عاما، وكأنها تحاول إفراغ المكان من أهله الأصليين ومن الشبان تفاديا لوقوع أي مواجهات أو حتى للتصدي للمستوطنين المقتحمين. نقول أيضا في التطورات الميدانية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ناشط فلسطيني ومرابط من هناك، ومن ثم أفرجت عنه بحجة أو بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع. عدا عن ذلك، هنالك اعتقال لشابة فلسطينية أيضا اليوم، حاولت إبعاد المسلمين عند نطاق المسجد الأقصى. هذه التعزيزات العسكرية ليست كانت موجودة فقط في المسجد الأقصى وفي باحاته، بل كانت على أبواب المسجد الأقصى، تمثلت في منع دخول فئة الشبان، تمثلت في عرقلة دخول المسلمين، تمثلت في التفتيش وحجز الهويات. عدا عن ذلك، كانت هنالك تعزيزات أمنية عسكرية متواجدة عند أبواب القدس ككل وفي محيط وفي داخل البلدة القديمة لتأمين دخول اقتحام وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم إتمر بن غفير وزير الأمن القومي ووزير الطاقة الإسرائيلي. إذن شكرا لك دانا أبو شمسية، كنت معنا من القدس مراسلة القاهرة الأخبارية على كل هذه التفاصيل.